تعرفوش ان ساب لكم كل حاجه وقعد في البيت كافي خير وشر؟ دم ابويا غالي يا ابن عمي. هو انتوا اللي جرام ده في دمكم؟ مناش صالح باللي قتل ابوك. اختك وادهم بيقرطصوك، اختك هتجيب لكم العار. عايزك كمان لو تضيع في الخان. قولي لي الحكايه واصله بينكم لحد فين؟ انا عندي مشاكل كتيره قوي مش عايزه ادخلك فيها. لما احب احس بالامان هكلمك. 300,000 جنيه وتشيلي ابني من دماغك. عندك فكره ان الولد ده بلد اسكندريه كلها حنين تقعدي؟ يا هلاك يا سعدك لو اتجوزتي. حكايتي على NBC 4. رمضان يجمعنا.